السلام عليكم. كل شيء كيحلم باش تكون عنده بشره زجاجيه، يعني بشره مجبده ما فيهاش تجاعيد، ما فيهاش ترهلات، ما فيهاش حب شباب، ما فيهاش البقع، والمسام ديالها ماشي مفتوحه. هذا الحلم هذا ممكن تحققوه في ظرف اسبوع بواحد الطريقه سهله جدا، غنتكلموا عليها اليوم بالتفاصيل، وغنتكلموا على جميع انواع البشره، الطريقه اللي ممكن نستعملوا فيها هاد الوصفه هذه وهاد المواد هذه، وكذلك غنتعرفوا على موانع استعمال هاد الماده هذه والتاثيرات الايجابيه والسلبيه اللي كاينه على الصحه ديالنا، ولكن النتائج ديالها راهم رائعه، خصوصا الا تبعتوا هاد التعاليم اللي غنتكلموا عليها اليوم. ممكن أن نحصلوا على بشرة زجاجية، ممكن نحصلوا على بشرة خالية من حب الشباب، خالية من البثور، من الرؤوس السوداء، خالية من التجاعيد، من البقع والتصبغات. طريقة بسيطة جدا هو أننا نستعملوا واحد المادة موجودة في الصيدليات وهي لادابالين. لادابالين كاينة في الديفيرين، في هاد الدواء هذا. هاد الدواء موجود في جميع الصيدليات. هذا كيوصفوا الطبيب للناس اللي عندهم حب شباب وعندهم الرؤوس السوداء وعندهم مشاكل ديال البشرة الدهنية، ولكن اليوم غنوريكم كيفاش ممكن نستعملوه حتى للبشرة الجافة، شنو هما الطريقة اللي غنستعملوها باش نفتحوا اللون ديال البشرة وباش نحميوها من التصبغات وباش تولي عندنا بشرة مشدودة وما فيهاش تجاعيد او ترهلات. طريقة بسيطة، كملوا معنا الفيديو. هذه المادة هذه هي لادابالين. لادابالين هو من فئة الغيتينويد، أي من مشتقات فيتامين أ. هذه المادة هذه كتعمل على تقشير الطبقة السطحية للجلد. هذا الشيء علاش غنوريكم كيفاش ممكن نحميو البشرة ديالنا باش ما تأثرش بهذه المادة هذه، سواء كانت بشرة دهنية سواء كانت بشرة جافة. تبعوا وركزوا مزيان، لان غنتكلموا على طريقه استعمال ديفيرين على البشره ديالنا سواء كانت جافه او دهنيه. غنبداو بالبشره الدهنيه. البشره الدهنيه غادي نستعملوا هاد لوسيون سيرافي لوسيون. هاد الماده هادي غادي ندهنوها على البشره ديالنا هي الاولى، بقاو 10 ديال الدقائق وعاد نديروا ديفيرين. اما بالنسبه للبشره الجافه فغادي نستعملوا سيكابلاست بوم بي 5، هذه اللي كتشوفوا في الصوره. هاد المادة هادي غندهنوها على البشرة ديالنا 10 ديال الدقائق وعاد نديرو ديفيرين، ومن الديفيرين غنعاودو نديرو اون كوش ديال سيكابلاست. دونك كنستعملو ديفيرين مع اللوسيون اولا مع البومبي 5 على حسب البشرة ديالنا. غادي نشوفو البشرة ديالنا واش دهنية اولا جافة، وغنتبعو هاد طريقة الاستعمال اللي تكلمنا عليها. دائما كنستعملوا هذه الماده ديال ديفيرين اولا لادابالين على حسب البلاصه اللي نتوما فيها، على حسب الدوله اللي نتوما فيها، واش غتلقاو ديفيرين ولا غتشوفوا المنتج اللي فيه لادابالين. الماده ديال ديفيرين نستعملوها في الليل، دائما نستعملوا هذه الماده هذه في الليل. غادي نختاروا طريقه الاستعمال على حسب نوع البشره ديالنا، واش جافه اولا دهنيه. وحتى بالنسبه للبشره العاديه كنفضل اننا نديروا الطريقه ديال البشره الدهنيه. بالنسبه لهذه الماده خصنا ضروري ما نستعملوها في الليل ماشي في النهار. طريقه الاستعمال ركزوا مزيان. الاسبوع الاول غادي نستعملوها جوج المرات في الاسبوع، وغنخليوها في الوجه ديالنا 20 دقيقه. ضروري ما تلتزموا بالوقت باش من البشره ديالكم ما تضررش. 20 دقيقة هي فقط الوقت اللي غنستعملوه الأسبوع الأول. الأسبوع الثاني غنستعملوها 3 المرات في الأسبوع ماشي جوج. الأسبوع الثاني 3 ديال المرات، ولكن اليوم الأول غنستعملوها 40 دقيقة، اليوم الثاني غادي نستعملوها ساعة، واليوم الثالث غنبداو نخليوها في الوجه ديالنا لمدة ديال ساعتين. غنحاولوا نحترموا هذا الوقت اللي قلت لكم باش النتائج تكون مزيانة وما تضروش البشرة ديالكم. ضروري تلتزموا بالوقت اللي تكلمنا عليه. الوغ من بعد كنبقاو نستعملوها 3 المرات في الاسبوع حتى كتحصلوا على بشره زجاجيه خاليه من البقع، من التجاعيد، من حب شباب، من الترهل، والمسام اللي كتكون مفتوحه في الوجه كتسد وكتولي بشره زجاجيه فيها واحد النضاره وواحد الاشراق. من بعد ما كنستعملوا الديفيرين وكنغسلوا الوجه ديالنا، ضروري ما نحترموا الوقت اللي تكلمت عليه باش تكون النتائج مزيانه. ملي كنغسلوا الوجه ديالنا كنعاودوا نرجعوا نستعملوا الكريم المرطب
على حسب البشرة ديالكم. إذا كانت بشرة حساسة أو بشرة جافة فكنستعملوا سيكابلاست، ولا كانت البشرة دهنية أو بشرة عادية من الأفضل نستعملوا سيغافيلوسيون. منين نستعملوا الديفيرين؟ كونتور دي زيو، يعني حول العين وحول الفم، ما كنديروش فيه الديفيرين. ضروري ما نلتزموا بواقي الشمس يوميا، خصنا نستعملوه. الناس اللي عندهم بشرة جافة يستعملوا الكريم المرطب، وكذلك الناس اللي عندهم البشرة دهنية أو عادية يستعملوا اللوسيون قبل ما يديروا ليكرون أو واقي الشمس. علاش؟ لأن البشرة كتنشف مع استعمال ديفيرين. ديفيرين ما نستعملوهاش في الكونتور دي زيو والكونتور ديال الفم. ضروري ما نلتزموا بهاد التعليمات باش تكون نتائج مزيانة وما تضرش البشرة ديالنا. البشرة اللي فيها حروق، متعرضة للحروق أو فيها شي جرحة، ممنوع استعمال الديفيرين. وخاصنا نعرفوا بأن الحوامل والمرضعات ممنوعين من استعمال هذه المادة، لأن هذه المادة كتدوز في الحليب. وفي فترة العلاج وفترة اللي كنستعملوا فيها الديفيرين، ممنوع استعمال أي مقشر على البشرة ديالنا كيف ما كان. حتى سيروم ديال فيتامين سي فحتى هو ممنوع الاستعمال ديالو في فترة استعمال الديفيرين، لأن الديفيرين كتعمل على تقشير الطبقة السطحية اللي كاينة في الوجه، وكتفتح لنا لون البشرة، كترجع لها اللون الطبيعي ديالها. لهذا ممنوع من استعمال أي مقشر فترة العلاج. من المزايا ديال الديفيرين أنه كيعاون على تفتيح لون البشرة، وممكن نستعملوه في أي مكان في الجسم ديالنا بلا ما نخاف. فهاد المادة هذه يعني كتساعد بزاف على حل مشاكل البشرة، ولكن نستعملوها بحذر، يعني بالنسبة للحوامل، بالنسبة للمرضعات، الناس اللي عندهم حساسية مفرطة على الجلد، والناس اللي عندهم حساسية من فيتامين أ، هادو كلهم ما خصهمش يستعملوا هاد المادة هذه. ضروري من حماية البشرة بواقي الشمس والترطيب ديال البشرة، لأن ديفيرين كيعمل على تقشير البشرة وإزالة الرؤوس السوداء، إزالة البقع والتصبغات وتفتيح اللون. فخصنا ضروري ما نغذيو البشرة ديالنا بواحد الكريم إيدغاتونت كيف ما تكلمنا، كل واحد على حسب نوع البشرة ديالو. التزموا بالوقت اللي غنستعملوا فيه هذه المادة هذه باش تكون طريقة آمنة ما تضرش البشرة ديالنا. نشربوا الماء مزيان فترة العلاج، التغذية ديالنا تكون متوازنة، نبتعدوا على التعرض للشمس بطريقة مباشرة. يعني أفضل وقت لنستعمله هو هذه الفترة، هذه هي أحسن فترة لاستعمال الديفيرين. فتعرض المباشر للشمس كيأثر على البشرة ديالنا، فكنفضل أننا نستعملها في هذه الفترة، هذه فترة الخريف كيكون أحسن وقت استعمال هذه الوصفات على البشرة. كنتمنى أن هذه الوصفة تكون مفيدة وتعطي النتائج ديالها. اللي جربها يخلينا النتيجة اللي يلقى في التعليق. كانت معكم سناء فاطمي، دكتورة صيدلانية أخصائية علاج تكميلي والعلاج بالحجامة. اللي مازال ما نضمش القناة ديالنا ينضم ويفعل الجرس باش يوصله دائما الفيديوهات الجديدة اللي كنقدمه. شكرا لكم على المتابعة، ومتمنيتي لكم دائما بدوام الصحة والشفاء.